السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله لكم صباح وان شاء الله لكم العافية، ان شاء الله لكم الصحة والعافية. في موضوع اليوم راح نحكي على برنامج دروس سنة اولى تخصص مساعد تمريض للصحة العمومية لسطيس. بداية موفقة للجميع ان شاء الله، قبل ما نبدأ ما تنسوا الجيم وبارتاج القناة باش يوصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله. أول مادة هي ميثودولوجي جينيرال، منهجية العامة، 15 ساعة كونفيسيون تاعها واحد ولا المعامل تاعها واحد. المادة اللي وراها تيرمينولوجي ميديكال، هي علم مصطلحات الطبية، 12 ساعة كونفيسيون واحد. الموديل الثالث دروا سانيتير، قانون الصحة، 21 ساعة معامل واحد. ديونتولوجي إيتيك، أخلاقيات المهنة، 21 ساعة معامل واحد. موديل اللي مهم بزاف اناتومي فيزيولوجي، 51 ساعة معامل ثلاثة. واغلب لي موديل كاين دروس تاعهم في القناة باراميديكال دي زي توب، ان شاء الله ترجعوا للدروس وتستفادوا منهم. نزيدو نفوتو الموديل اللي بعده، سونتي بيبليك، موديل الصحة العمومية، سونتي بيبليك، 21 ساعة معامل واحد. موديل بسيكولوجي علم النفس، 22 ساعة معامل كذلك واحد. موديل الأخير في السداسي الأول ليجيان جنرال، النظافة العامة، 45 ساعة معامل اثنين. إذن ثمن مواد بالنسبة للسداسي الأول. ننتقل إلى السداسي الثاني، سيمستر رقم اثنين. أول موديل في السيمستر الثاني ميكروبيولوجي بارازيتولوجي، اللي هو علم الطفيليات وعلم الأحياء المجهرية، 54 ساعة معامل واحد. موديل ثاني ليجيان أوسبيتاليير، النظافة الاستشفائية، ومعامل تاعه ثلاثة، فيه 21 ساعة. موديل ثالث سيميولوجي علم الأعراض، 18 ساعة معامل تاعها كذلك واحد. لازم ترجعوا للباراميديكال ديزا توب، راح يكون فيها كامل الدروس ان شاء الله، خاصة بالنسبة لساتياس. الموديل الرابع سوا انفرمي، العلاج بالنسبة للتمريض، موديل مهم بزاف، فيه 30 ساعة معامل ثلاثة. راح تجد في باراميديكال ديزا توب البارتي بلاي ليست، خليت لكم فيه بارتي براتيك، ان شاء الله تستفادوا منه خاصة في مجال سوا انفرمي. موديل خامس نوتريسيون، التغذية، 45 ساعة معامل نتاعها واحد. المعامل اللي قبل الأخير فارماسي، اللي هي الصيدلة، تدرس مجال الصيدلة، فيها 21 ساعة معامل نتاعها واحد. الموديل الأخير في السداسي الثاني هو السوكوريزم، الإسعافات الأولية، فيها 30 ساعة معامل كذلك واحد. سنهيت الموضوع وسنهيت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم العرض. اي جديد راح يكون في قناة بارميديكال دي زد توب. تهلاو في روحكم، سلام.